السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله معكم في واحد الوصفة جديدة اللي هي السفة ديال الشعرية. كتكون حلوة مالحة، ولكن حنا أنا هاد المرة ما غاديش نديرها بدجاج، غادا نديرها سفة بوحدها حلوة. هي هادي السفة، هنايا هما المكونات اللي عندنا. هنايا تكون شي 200 غرام هكا، كل 250 غرام ديال السفة يعني كما كتشوفوها هكا. وعندنا الزبدة والزيت والملح والقرفة والسكر غلاسي، وهذا نوا القرقاع. غادي نحمصو ونهرمشو. هذا تا هو الكاكاويت، غادي تا هو نحمصو ونهرمشو. الزبيب غادي نديرو بوحدو ابار، وغادي نديرها بالنسبه ديال الفاني. فهادو هما المكونات اللي عندنا. غادي نخليكم مع الطريقه ان شاء الله، ونتمنى تبقاو معايا حتى الاخر، وان شاء الله تعجبكم الوصفه. دابا اول حاجه اللي غادي نديرو هو اننا غادي نديرو الماء. غادي نحتاجو هاد هكا الكسكسيه، لان هادي غادي نفوروها. غادي نديرو الماء غليان، مقياس، ونحطوه يفور. نديرو معاه شويه الملح، نخلو يفور، نخلو كسكس ابا، ندوه لما نحطوه فوق النار. ثاني حاجه غادي ناخذ السفه ديالنا، نخليو هاد المكونات هم من الاخر. دابا اللي غادي نخدمو به السفه ديالنا، غادي نلبسوها بالزيت. بسم الله، شويه زيت، تقريبا واحد 4 كاس ولا 2 معالق هكاك. نلبسوها مزيان مزيان في الزيت، حتى تلبس. هاد الزيت ما غاديش يخليها تلصق بعدا في الفوره الاولى. نتوما لبسات مزيان الزيت، نديروها في الكسكاس ديالنا. وهذه وصفه راقيه، كدار في المناسبات، بالنسبه للمناسبات المغربيه، الاعراس، في الحفلات، في الاسبوع. يعني وصفه راقيه، كدار سوا هكا بوحدها، سوا كدار مدفونه. ان شاء الله مره اخرى، ان شاء الله فرصه ثانيه، ان شاء الله نديرها لكم مدفونه. صايي هي تلبسات بالزيت، نديروها في الكسكاس ديالنا. الماء راهو يغلي، نخلو تطلع فيها الفوره. نخلو حتى حبه تضيع. ها هي غادي نديها تفور ان شاء الله الفوره الاولى، ونجيو نوجد هاد لي زانغريديو هادو للتزيين. انتما دابا راهي طلعات هالفوره، شفتي درت لها الفوره الاولى. ها هي درك غادي نعاودها التعاويده الاولى، خليكم معايا. شوفوا كيفاش غادي نعاودها التعاوده الاولى. هاد الماء هذا اللي غلات فيه راه فيه شويه مليحه، غادي نكبها عليها باش تسهل لينا الطياب ديالها. وما تخافوش منها، راهي غادي تشرب. Thank you.
الوصفه ديالي تفور ليا الفوره الثانيه. دابا غادي ناخذ هاد لوغيزان الزبيب، غادي نقعو في الماء، في الماء شويه غالي، ونخليه حتى نحتاجو. بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش مثلا الزبيب هكا يكون مخلط يفور مع السفه، نقدروا ناخذو هكا الزبيب من بعد ما نقعوه في الماء، نقدروا ناخذوه نديروه في لابوال بوحدو، نديرو معاه شويه كانيل شويه سكر فاني، ونديروه شويه هكايا وشويه سكر غلاسي، ونديو نجيبو هكا شويه في لابور ونحطوه سيباري. هذه بالنسبه للناس اللي ما يبغوش. بالنسبه كاين بعض المرات وليدات انا ولدي ما يبغيش ليا مخلط مع السفه، يبغي السفه بوحدها هكا. غادي نخليه دابايا وندوز لهاد الشيء اللي عندي، هاد المكسرات هادو نحمصهم ونهرمشهم ان شاء الله. غادي نرجعها للكسكسير نخليها طيب ونرجع معكم. ودابا السفه ديالنا راهي في الفوره الاخيره وراهي صافي قربت طيب. اش غادي ندير بها؟ غادي نوجدوا هاد الغيزه كما قلت لكم، نقعتو في الماء صفيتو، غادي ندير معاه شويه زبده بيغ، وغادي ندير معاه شويه فاني، ونديو نجيبو شويه في فوق النار باش غادي يعطينا الكو. لحقاش انا ما فورتوش مع السفه، كما قلت لكم كاين الناس اللي ما يبغوهش مخلط، غنحطوه ابار باش نرضيو كل الاذواق. ها هو دابا غادي نحطو فوق النار يتشحى شويه ونجيب السفه ديالي راه طابت. ها السفه هي هذه ديالها صافي دابا طابت. هذه درنا لها جوج فورات وانا درت لها سلوفان هكا باش نزرب نربح الوقت مزيان. ها هي راهي طابت. دابا غادي نبداو في المرحله الاخيره ديال السفه ديالنا. ها هي ما شاء الله طابت كما ينبغي.
واش هذا الشيء ديروا ليها الزبده تقريبا واحد المعلقه هكا ديال الزبده واللمسة ديالنا كما قلت لكم هانتوما الساشيه ديال هاد الفاني هادي خدمت بها وغادي نشيط منها مازال باسكو هذا كاين زوج د الناس اللي كيبغيها انا كيعجبني الفاني غادي نديرها كامله هاد. دابا بقى معايا ان شاء الله ديروها في طبق تقديم باذن الله. وهنايا هاني بديت معكم تزين باش ما نطولش عليكم لا فيديو. وغدا ناخذ هذاك الزبيب اللي راني درتو سيباري في الزبيده وفي مع الفاني غادي نديرو الفوق. درت له واحد الحفيره وغادي نديرو الفوق باش اللي ما بغاش ياكلو ما ياكلوش. المهم هي نورمالمون كتجي كيجي مخلط معها كيجي مزيان ولكن كاين اللي ما كيبغيش ياكلو كيبغي السفه هكاك سامبل. ايوا نقدموه بالصحه والراحه طبق بسيط. الانسان اللي تشهى السفه ينوض يديرها ما يخسرش فيها وقت بزاف يعني ما نتسناوش حتى تجي مناسبه كبيره ولا شي حاجه باش ناكلها. يعني اي واحد تشهى شي حاجه ينوض يصيبها بالصحه والراحه. انا ندير هنايا الكانيل القرفه ان شاء الله شي نهار نحضر معكم السفه بريستيج ديال المناسبات الكبار. هذه غير كميه صغيره انتما كما كتشوفوا شهيتها وحبيت نشاركها معكم. وهذا هو الطبق هذا هو التقديم النهائي ديالها. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوها وقت ما تشهيتوها. ما تنسونيش من الدعم ديالكم واي وصفه تطلبوها مني تحت الطلب ديالكم ان شاء الله نديرها. ويا ريت ما تنسونيش من لايك ومن الاشتراك تفعيل الجرس. ومرحبا بكم مازال عندي ما نعطيكم ان شاء الله. وهنا راه يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو يعني تزينوها بتمر معمر اولا بالشريحه معسله. مهم هي تمشي مع المكسرات ومع بحال هكا هاد الفواكه الجافه. هنا عندنا السكر كلاسيك دائما كتقدم معاه وهذوك المكسرات الكاوكاو اللي حمرته المشت والقرقاع كان عندي متواجد. مهم المكسرات يمشيو معها. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر في صندوق الوصف. بالصحه والراحه نخليكم سلامه.